هي دلوقتي طبعا ما بتاكلش من، هي بتاكل من التيوب اللي هو بتشرب منه، بتشرب منه الدواء. هي مامي حالتها حرجه، حط لها التيوبز الانابيب اللي هي بتخليها تاخد تنفس وتاخد اكسجين من التيوب اللي حاطينها جوه. يعني هي على جهاز تنفس صناعي؟ على جهاز تنفس. الامور الشخصيه دي مش مكانها وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي في الكام ساعه اللي فاتوا دول، هنلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن دخول الفنانه سهير البابلي للعنايه المركزه. بس السؤال هنا تحديدا، هل معنى دخول سهير البابلي للعنايه المركزه اللي هي ماتت اكلينيكيا؟ الاجابه بكل بساطه جاوبت عليه بنتها، وهعرضه على حضراتكم في حلقه النهارده. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم عن تطورات الازمه المشتعله بين ياسمين صبري واحمد ابو هشيم ووالدها، لان ببساطه كده يا جماعه الثلاثه داخلين على خط النار وكل يوم في تصريحات جديده. كل التفاصيل دي معايا النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا، يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه وهو عن الفنانه سهير البابلي. من كام يوم كده سمعنا للفنانه سهير البابلي اتعرضت لوعكه صحيه وبناء عليه دخلت المستشفى. طب ايه الموضوع او تفاصيل الموضوع يا جماعه؟ سهير البابلي جالها انخفاض في السكر في جسمها، وبدا يحصل لها مضاعفات بعد كده وجسمها ينزل، وده على حد كلام مين؟ بنتها اللي هعرضه على حضراتكم كمان شويه. المهم البروتينات في الجسم برضو بدات تنزل، وبعد كده الكلى بتاعتها توقفت عن العمل، وبعد كده رجعت اشتغلت مره تانية. اللي حصل بعد كده ان سهير البابلي تعرضت لجلطه في الرئه، وبناء عليه دخلت للمستشفى. ولما دخلت المستشفى دخلت غرفه العنايه المركزه، وهنا بقى تحديدا الكلام اللي ياكد اذا كانت سهير البابلي ماتت اكلينيكيا ولا لا. عشان اتكلم مع حضراتكم بصراحه يا جماعه، الاعمار بيد الله، لكن الكلام اللي قالته بنت سهير البابلي معناه اللي هي ماتت اكلينيكيا، لان ببساطه كده بنتها قالت ايه؟ قالت اللي هي دخلت العنايه المركزه وموضوع على اجهزة التنفس الصناعي. طب عادي كتير بيخشوا وبيقعدوا على اجهزة التنفس الصناعي، ليه تحديدا انت بتقول اللي هي ماتت اكلينيكيا؟ لان اجهزة التنفس الصناعي اللي سهير البابلي موضوع عليها هي اجهزة تنفس حنجرية. معناه ايه الكلام ده؟ اللي اجهزة التنفس الصناعي يا جماعة ليها ثلاث مراحل، في حاجة اسمها سيبيب وهاي فولو، وبعدين المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التنفس الحنجري، بيبقى عن طريق شق في الحنجرة وبيدخله الأكل والتنفس عن طريق الأنابيب دي. في الحالة دي تحديدا يا جماعة بيبقى الجسم توقف عن العمل وعايش على الأجهزة فقط. طبعا مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، لكن أنا بتكلم مع حضراتكم من وجهة النظر الطبية وبناء على تصريحات بنت سهير البابلي نفسها. تعال نشوف بنت سهير البابلي قالت إيه ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. تتراجع، فكان نفسها بيضيق شوية بشوية، رحنا عملنا أشعة مقطعية طلع إنه الرئة جت عليها مية، فكانت لازم يطلعوا يسحبوا المية. دي كانت حاجة حالة جديدة بقى، وهي من ساعتها بقى يعني إحنا في المستشفى. يعني هي ما زالت في غيبوبة؟ لا، هي مش في غيبوبة. هي يعني الجسم كان تعبان جدا، وفي حصل حاجات عضلة القلب توقفت، فابتدوا يحاولوا يقوموها كم مرة، يعني دخلت في مراحل صعبة قوي يعني. كله عارف. والكلى أخبارها إيه؟ أفند الكلى برضو كانوا شاكين فيها، وابتدت الكلى تقف يعني ما تشتغلش، فقالوا عايزين نغسل. بس اليوم اللي قالوا فيها كده الحمد لله ربنا كرم مامي ومشيت الكلى والموضوع مشي حلو الحمد لله. فالحمد لله. طب ممكن تقول لنا هي لسه تركيزا؟ اتفضلي. هي دلوقتي طبعا ما بتاكلش من، هي بتاكل من التيوب اللي هو بتشرب منه، بتشرب منه الدواء. بيدوها منومات، لانه يعني بصراحه هي مامي حالتها حرجه يعني. من يوم ما دخلت المره الاخيره استاذه نيفين ما اتكلمتيش معاها؟ لا لا، هي ما بتتكلمش، ما زالت حاطه لها التيوبز الانابيب اللي هي بتخليها تاخد تنفس وتاخد اكسجين من التيوب اللي حاطينها جوه. يعني هي على جهاز تنفس صناعي؟
على جهاز تنفس. زي ما حضراتكم سمعتوا ده كلام بنت سوار البابلي. بصراحه انا ما حبيتش اجمل لحضراتكم الكلام وقلت الحقيقه اللي يمليه عليا ضميري، لان زي ما عودت حضراتكم دايما اللي انا بقول كلمه الحق وما بحبش اجمل او العب بالالفاظ. ندعو الله لها بالشفاء العاجل، وقلت لحضراتكم مفيش حاجه بعيده عن ربنا. نيجي لتاني خبر معانا في حلقه النهارده، وهو عن الفنانه ياسمين صبري. طبعا حضراتكم عارفين يا جماعه الفنانه ياسمين صبري كانت طلعت في لقاء تلفزيوني وبدات تهاجم والدها وتقول لي هي وهي عندها سنتين والدها سابها وراح اتجوز واحده تانية وما كانتش تعرفه، واللي هي كانت عايشه مع والدتها وجدتها وهم دول اللي ربوها. ويطلع والد ياسمين صبري ويتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول انا كنت بجيب لها كل حاجه ويدافع عن نفسه. وفي ناس كانت متبنيه وجهه نظر ياسمين صبري ووالد ياسمين صبري، لكن والد ياسمين صبري طلع في مداخله تليفونيه ووضح كافه التفاصيل بخصوص الموضوع ده. بس السؤال هنا تحديدا يا جماعه، هل يعقل لاب وبنته يترشقوا بالشكل ده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اعتقد ان في علامه استفهام كبيره ومحدش يقدر يوضحها الا والد ياسمين صبري. لكن بصراحه يا جماعه اللي عجبني في الموضوع ده هو تصريح احمد ابو هشيمه بخصوص الازمه دي، لان احمد ابو هشيمه طلع برده وصرح تصريح وقال ان الكلام ده ما ينفعش على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللي ما ينفعش والد ياسمين صبري يطلع يتكلم ولا ياسمين صبري حتى ينفع تتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي عن امور عائليه. وطبعا انا بحييه على التصريح ده مع اختلافي الشديد في حاجات كتير في توجهات احمد ابو هشيمه، لكن يبقى التصريح ده هو عين العقل اللي قالها والد زوجته الفنانه ياسمين صبري. واحنا في المكتب الاعلامي لم يصدر عنا اي بيان او تصريحات، ولم يصدر من النائب احمد ابو هشيمه اي تصريحات بشان هذا الصدد، ودايما موقفنا من هذه القضيه ان احنا ده خلاف عائلي لا مجال قريب او بعيد لحل المشكله عن طريق المواقع الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلاف عائلي ده مش مكانه. ودايما النائب أحمد أبو هشيمة وبالتالي مكتبه الإعلامي بينأب نفسه عن الدخول في مثل هذه الأمور وبشكل خاص، والأمور الخاصة دايما النائب أحمد أبو هشيمة أكد أن الأمور الشخصية دي مش مكانها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء من ده. وإحنا في المكتب الإعلامي أصدرنا النهاردة بيان بنأكد فيه الكلام ده وبننفي صدور أي تصريحات عن النائب أحمد أبو هشيمة فيما يخص القصة دي. شكرا. وده كان آخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معنا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. إيه رأي حضراتكم في الأزمة المشتعلة بين ياسمين صبري ووالدها، وهل مكانها هي السوشيال ميديا؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو محتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم إسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.